أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين الكتاب وبما كنتم تدرسون ما كان لبشر
ثم يقول للناس ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ولا صدق الله.